وحين تلألأ نور الله غمر الكون سنا وضياء، فمحى ظلمات وضلال ونفوسا أذكاها جمال. وحين تلألأ نور الله غمر الكون سنا وضياء، فمحى ظلمات وضلال ونفوسا أذكاها جمال، وكساها حللا وجالا، وسمت في معراج الحق صفوته من كل الخلق، وتلوه فهما وتدبر، ووعوه فقها وتبصر. وسمت في معراج الحق صفوته من كل الخلق، وتلوه فهما وتدبر، ووعوه فقها وتبصر. في ملكوت الله مسجد زين بن عبيد. يقع هذا المسجد بحافة السوق بمدينة تريم، وينسب هذا المسجد للشيخ سعد بن محمد باعبيد، ويقال أن مؤسسه هو زين بن عبيد أحد مشايخ محمد بن علي باعلوي. طبعا نحن الآن في مسجد زين بن عبيد باعبيد، من المساجد القديمة الأثرية التي معروفة في البلد. وصاحب هذا المسجد كان من الأئمة الذين درسوا كثير من الطلاب وكثير من المشايخ الذين تخرجوا على يديه، وهو صاحب فقه وصاحب ولاية وصاحب كرم الحمد لله ما نعرفه عنه من آبائنا وأجدادنا. والمسجد تأسس طبعا مسجد قديم، وكان المسجد أول كان كله من التراب، ما توجد هذه النورة فيه والتجديدات هذه الحديثة فيه إلى عصر قريب، إلى وقت قريب الحمد لله. ثم كان أجدادنا وأسلافنا قاموا بتجديد هذا المسجد، أول تجديد وأول عمارة وبعض من التوسعات الذي عملوا فيها، وبقى فترة طويلة على هذا الأثر، يشهده الجيران والسابقين في هذه المنطقة وفي هذه الحارة. وثم تجدد أيضا تجديد آخر بعد التجديد هذا، ثم التجديد الأخير أو الرابع، هذا تجديد الأربع تجديدات تقريبا في هذا المسجد على هذه الحالة إن شاء الله. المسجد طبعا كان أهل المنطقة وأهل الحارة يستوحشوا بهذا المسجد، انه في اوقات كانت ما يدخل شخص لنفسه الا هذا المسجد، يعني يستوحش في هذا المسجد، يدخلون وقت الفروض فقط واوقات الضحى، وايضا بالليل بعد ما تنطفي الانوار فيه، كان ما توجد فيه هذه المراوح ولا السري ولا الكهرباء، كله كان على الاشياء القديمه الفوانيس والتريقات الى وقت قريب، يعني حتى كان الارضيات حقه ما هي مطليه بالنوره وبالمرمر الحديث الان، كانت كلها من التراب الى عهد قريب، ثم قاموا بتجديده وتصليحه والحمد لله على هذا المسجد. طبعا مسجد اثري قديم جدا، يعني يقولوا الاسلاف انه شيخ الفقيه المقدم، هذا صاحب مسجد باعلو هذا الشيخ من مشايخ الفقيه المقدم، وله تلامذة كثير، يعني نحن ما نذكر كثير أجدادنا كانوا يذكرون، بقوا مرجعية نرجع إلى المراجع إلى هذا إلى نرفع صورة كاملة عنه. أئمة كثير تعاقبوا على هذا المسجد، وأغلبهم طبعا من أهل المنطقة وجيران المسجد، كان جيران المسجد هم العامرين الأساسيين لهذا المسجد، من البام قيشم ومن العويض ومن البحصين ومن الشامي، كانوا كلهم هذول الجيران
تعاقدوا الإمامة في هذا المسجد، إلى أن وصلت إلينا نحن من أبناء البام غيشم، ولا يزالون الباحثين الجيران قائمين على المسجد ويتحسسون على المسجد في أوقات، وأيضا البام غيشم والشامي كلهم الجيران المسجد هم اللي عامرين المسجد طبعا خالص لوجه الله، لا رواتب ولا أي حاجة، إلا أن جاءت الأوقاف الآن حاجة رمزية يعطوها للمسجد فقط الآن. وقد لازم هذا المسجد الشيخ سعد ملازمة دائمة، وكان يدرس فيه، ولا توجد به مئذنة، ولا يزال هذا المسجد على نمطه القديم التقليدي. وفي الجانب الجنوبي منه يوجد به البستان الخاص به، أو ما يسمى في تاريخهم بالجرب. المسجد له أوقاف كثيرة جدا ومعروفة في مكتب الأوقاف، ولكن للأسف الشديد مسيطر عليها من سيطر عليها، ونحن عدة مرات نتواصل مع مكتب الأوقاف لأي ينزلوا هذه أو ينتزعوا هذه الأوقاف حق المسجد من الناس اللي هم مسيطرين عليها، في أوقاف في تريم وفي أوقاف أيضا في مناطق التريم المجاورة مثل منطقة خباية أو راغة، أوقاف كثيرة حق مسجد زين بن عبيد، وأيضا أوقاف هنا في المنطقة الشرقية منطقة الحاوي تبع المسجد معروفة لدى الأوقاف، أيضا في أوقاف دخلت فيها الأسفلت هذه المودية إلى سيئون الآن شرقي مستشفى تريم، في أوقاف معروفة طبعا في مكتب الأول لدى مكتب الأوقاف، ولكن مثل ما ذكرنا الأوقاف حق المسجد لا تزال بأيدي، لا ندري ما نقول أيدي هل هي أمينة أو ما هي أمينة، ولا أوقاف غير قادر أن ينتزعها من هؤلاء. لأي نكون منصفين بالنسبة للأوقاف إلى عهد قريب كان ما هم بالين بالمسجد حقيقة، بالرغم أن المسجد له أوقاف كثيرة بعد متابعات حتى الماء والكهرباء التي لا ترون أمك، كان على المتصدقين على أهل الخير إلى عهد قريب في أحد المسؤولين في سيئون قبل المدير الآن وما قبله قبل تقريبا 3 مدراء تابعنا الموضوع هذا بدقة، وحاولنا أنهم يعتمدوا أول الماء والكهرباء، لأن فعل الخير اليوم يقدم بكرة ما يقدم شيء، والحمد لله لبوا بالطلب وقاموا باعتماد الماء والكهرباء الحمد لله عبر الأوقاف. وأيضا بالنسبة للأمور الأخرى عمارة المسجد بعد مطالبات بعد هذا الحمد لله قاموا بتوسعة المسجد الجديدة هذه، ولازلنا نتابع أمامكم هذا الحمام الآن يريد تجديد، كان هذا كله قديم حقه حسب ما تشوفون ما هو مرتب ترتيب كامل، حاولناهم أنهم يعملوا مع هذا العمل لكن قالوا يلا فترة ثانية وما أحد يريد مثال فترة ثانية. أيضا طلبات أخرى لازلنا نطالب فيها عدمنا لبوها مكيفات حق التوسعة، لو 4 مكيفات قدموا 2 من المكيفات باقي 2 لما الآن عدهم ما قدموه، نقول إن شاء الله يزاهم الله خير على ما قدموه في بعض العمارة للمسجد، وإن شاء الله يلبوا بقية الطلب حق المسجد ويكون في اهتمام كبير للمساجد، خاصة المساجد التي لها أوقاف عندهم ومعروفة أوقاف ما هي بسيطة، أوقاف كثيرة. المساجد في تريم موزعة على تقريبا على 3 أماكن اللي هي حمام ورواق وضاحي. الضاحي المعروف اللي هو مكشوف هذا اللي تيجي فيه الشمس والأمطار ولا هذا يقولونه ضاحي عندنا. الرواق الذي يزو فيه مغمي مستور مسقوف واليزو الآخر مفكوك على التهوية على الهواء. وبالنسبة للحمام المعروف عندنا هنا في تريم يقولون حمام المسجد، ليس الحمام المقصود عزكم الله حمامات الخراول هذا، إنما الحمام عندنا اللي هو مسقوف هذا اللي يأوي الناس من البرد ومن الشمس وتقفل أبوابه، يقولون عندنا حمام مثل الآن نحن في ياسين الآن هذا فيه، هذا يقولون حمام عندنا في تريم حمام المسجد،
هناك بعدين حمامات الأخرى هذه أماكن الوضوء والحمامات هذه آخر والميازي يقولون هذا اللي عند خارج المسجد. طبعا هذيك ما تيوز فيها الاعتكاف لأنها أماكن وضوء وأماكن. أما هذا الحمام والرواق والضاحي هذا هو المسجد الأساسي اللي يوز فيه الاعتكاف وال... بالنسبة للأماكن الوضوء أو اللي هي أماكن الوضوء اللي فيها الحنفيات هذه وال... وتوجد عندها أيضا الحمامات أماكن الخراء والبول هذا عزكم الله، وأيضا المياز اللي يكون خاري اللي داخل من خاري من الباب الخاري للمسجد إلى أماكن الوضوء هذا يقولون المياز عندنا مياز يمرون فيه أو يرسون فيه عند اليوابي هذا المعروف اليوابي سابقا كان يستعملون اليوابي ولا تزال عندنا هنا في مسجد زين العبيد اليوابي موجودة لحد الآن يوابي الشتاء ويوابي الصيف موجودة هذا حق الشتاء اللي يكون يحرون فيها الماء وحق الصيف هذه موجودة الآن اللي خاري هذه اليوابي الأماكن يقولونه مياز يعني الممر إلى أماكن الوضوء هذا يقولونه مياز. التحفيظ بمسجدنا المبارك هي علاقات التحفيظ القرآن والعلوم الشرعية في هذا المسجد المبارك مسجد سحيل جعيمة. تأسست حوالي سنة 94 و900 وألف، وكانت من قبل الوحدة في حلقات يعني قراءة قرآن يسمونه عندنا قديما العام يسمونه الحزب يعني حزب القرآن يقرون القرآن فقط قراءة. ثم بعد ذلك أنشأت فكرة حلقات تحفيظ وقسمت إلى حلقات في الحفظ والدروس العلمية، ثم بعد ذلك تطورت هذه الحلقات وتخرج كثير من الحفاظ ما يقارب الآن حوالي 35 حافظ من هذا المسجد تخرج، وصار بعضهم الآن أئمة مساجد ودعاة إلى الله في كثير من المناطق الأخرى. أيضا لنا جانب نشاط آخر تابع الحلقات هي حلقات النساء الحلقات النسوية. بالنسبة لعدد الأولاد هنا عندنا ما يقارب 150 طالب موزعين على 18 حلقة، وأيضا هناك عندنا جانب النسوي لهن مدرسة خاصة سميت بمدرسة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تأسست عام 1429 هجرية، وتضم بين جنباتها ما يقارب 400 إلى 350، تزداد أحيانا العدد أو يقل من الأخوات النساء والطالبات. أيضا عندنا حلقة تابعة للمدرسات خاصة نقوم بدرس خاص يوم الأربعاء لأخواتنا المدرسات، يكون في المسجد هنا في الدور الثاني في جانب في دور النساء خاص بهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته. الرؤية والرسالة لهذه المدرسة مدرسة التحفيظ عندنا في مأسس الجامع سحيل جعيمة هو إخراج جيل متسلح بالعلم. العلم وأصل العلم هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبع من العلوم الأخرى المساعدة لها. ثانيا التخلق بالأخلاق الإسلامية وغرس القيم في نفوس الطلاب، وهذا سيأتي مع القرآن ومع السنة. لابد من هذين الأمرين ولابد من الخطين يمشيان مع بعض،
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى قال العلماء هو العلم، ودين الحق هو العمل الصالح. ولا بد أن تحرص هذه المدرسة وغيرها من المدارس على مسألة تزكية النفوس، تزكية النفوس وتطهيرها من الأخلاق الدنيئة، من الحقد والسب واللعن والشتام، وهذه لابد نغرسها في نفوس أبنائنا. هذه من رسالتنا ورؤيتنا في هذه المدرسة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. سمت من يتلوك صار يكتسي تاج الوقار، يحظى ذاك الشرف يرقى حين يقرأ عاليا يا كتاب الله حسبي. طاقم التدريس في هذه الحلقات تحفيظ هم عددهم 18 من الأخوة الكبار، من أخوة من عندهم مؤهلات، كثير منهم يدرسون في المدرسة النظامية، مدرسة الحكومية، مدرسة سحيل جعيمة، متخرجي يعني جامعات، والبعض منهم يعمل عمل خاص، وهم كثير منهم من حفظة كتاب الله عز وجل. بالنسبة لاختيار الطلاب، أولا في بداية العام عندما يأتون الطلاب نعمل لقاء مع آبائهم، ولا بد يكون الطالب في استقباء في شروطه في دخول الحلقات أن يكون حسن السيرة والسلوك. كذلك لا بد من الاهتمام بالمظهر الخارجي للطالب الذي يعكس صورة لطالب العلم وأهل القرآن، فهذا معيار مهم جدا يعني دائما نأخذه ويكون بعين الاعتبار. جنة تلك المعاني عشتها قبل الجنان، رحلة في كل آية خطها هزت كياني. جنة تلك المعاني. بالنسبة لأولياء الأمور يزاهم الله خير وشكر الله لهم وبارك الله فيهم أن دفعوا بأولادهم إلى هذه الحلقات. والحقيقة تقال في كثير من الأخوة من الآباء يأتي ويسأل أين مدى حفظ ابني، كيف هو في الحلقات، وهذا الأب حقيقة يشكر، هؤلاء الآباء يشكرون على هذا، وأن نطالب الآباء جميعا أن ينهجوا هذا النهج ويسيروا هذا السيرة في السؤال والقرب من المعلمين ومن الحلقات، عن قرب حتى يروا ماذا يعطى أولادهم، ماذا يدرس أولادهم في هذه الحلقات، فنشد على أيديهم. يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذي. من أعظم الصعوبات التي تواجه نحن هو أن المدرسين كثير منهم كما سمعت لك كما قلت لك يعني موظف عند الدولة ومرتباته زهيدة، وبعضهم يعمل عمل خاص، فبالتالي يذهب ويعمل أعمال خاصة من أجل توفير لقمة العيش له ولأولاده، فغياب المعلم بنسيت هذه الظروف يجعل الحلقات فيه صعوبات. كذلك يعني ماذا كثرة الطلاب في الحلقات مع قلة المدرسين، نحن نلاحظ العدد ما يقارب 150 أو يزيد عن ذلك، والمدرسين اللي معنا حوالي 18 مدرس، فهذه من الصعوبات قلة المدرسين مع كثرة عدد الطلاب. بسم رحمن الرحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى. وأخيرا نرسل رسالة شكر ووفاء لإخواننا أهل الأيادي البيضاء
بدون تخصيص وبدون تنصيص على شخص، فكثير من إخواننا من أهل الخير ممن يساهم في دعم هذه الحلقات بالكثير وبالقليل، جزاهم الله خير وبارك الله في أموالهم. وأنتهز هذه فرصة وأنا على في هذا البرنامج مع إخواننا في إدارة الأوقاف أن نوجه رسالة لأصحاب الأيادي البيضاء وأهل الثراء أن يحرصوا على النفقة في طلب العلم وفي حلقات التحفيظ، لأن هذه صدقة جارية إلى أمد الآباد، تكفى المدرس شيء طالب على العلم على الحفظ، هذه صدقة جارية أبد الآباد. فبارك الله فيهم وفي أموالهم وفي أهليهم وذراريهم. محضن المشتاق يا كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في لقاء يتجدد معكم في برنامجكم إضاءات بهية، ومع فقرة خيركم مع معلمي ومعلمات القرآن الكريم. تفضل أستاذنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصة. أخرجه ابن ماجه. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضيلة أهل القرآن الكريم. كان جالسا عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال: إن لله أهلين من الناس. تصور، تخيل لو أنك أنت جالس في هذا المجلس فتسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين من الناس، يعني من بني آدم، يعني من البشر. الله جل جلاله له أهل من البشر. تصور ماذا سيطرأ في بالك؟ سيطرأ في بالك سؤال: من هم هؤلاء الناس؟ من هم هؤلاء الناس؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي أفعالهم؟ أريد أن أفعل كما فعلوا حتى أكون من أهل الله، أريد أن أكون مثلهم وأتصف بصفاتهم. لهذا سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: من هم يا رسول الله؟ نريد أن نعرفهم، نعرف صفاتهم، نعرف أفعالهم حتى نفعلها، حتى نتصف بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أهل القرآن، كل من كان مع القرآن يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن فهو من أهل القرآن. كل فرد في هذه الأمة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو من أهل القرآن، لكن هذه الأهلية تتفاوت. نحن اليوم في عالمنا، في عالم البشر، رجل من قبيلتك تقول أنت هذا من أهلي، من جماعتي. طيب، وابن عمك من جماعتك لكنه أقرب، ووالدك هذا أقرب الأقربين إليك من البشر. وكذلك أهل الله جل وعلا، فأهل الله يتفاوتون، كل من كان من أمة محمد فهو من أهل الله. ثم كلما كنت قريبا من القرآن أكثر، كلما كنت متعمقا مع القرآن، كلما كنت من أقرب الأقربين إلى الله جل جلاله. بالله عليكم قولوا لي، ما موقع معلم القرآن من هذا الوصف؟ هذا يعلم القرآن، لا شك أنه في أعلى مراتب الأهلية والقرب من الله جل جلاله. فما أعظمه من شرف، وما أجله، وما أجلها من مكانه. هذا الحديث يذكرنا بآية في القرآن تبين القرابة من الله عز وجل
ما هي هذه الآية يا أستاذ علي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. في هذه الآية يبين الله المكانة العظيمة التي نلناها زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يقول لزوجاته: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية كان لها سبب نزول، هو أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن على رأي يطالبن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، فنزلت هذه الآيات تخيرهن بين ما عند الله ورسوله والدار الآخرة أو الدنيا، ولكن النتيجة يفارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تشبه الحديث الذي نتحدث عنه، فيا معلمي القرآن أنتم لكم هذا الشرف العظيم، أنتم أهل الله جل جلاله، فلا تغرنكم الدنيا ولا تفتننكم الدنيا لو ضاقت عليكم الحال. رأيتم أقرانكم يتوسعون في الدنيا وأنتم مع القرآن، لا تغضبوا ولا يكون في نفوسكم شيء، ما عندكم خير مما عندهم، أنتم أهل الله وأنتم خاصة الله، فبشرى لكم هذا الأجر العظيم وبشرى لكم هذا الثواب الجزيل، اثبتوا على ما أنتم عليه، لا تتركوا ذلك أبدا. يقول لك ربي أنت من أهلي، وأنت تقول ما رأيك في بعض المعلمين القرآن وهو يقول خلاص أنا ما أريد أن أكون من أهل الله ومن خاصة الله؟ نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا الخير، وأن لا يميتنا إلا ونحن ما زلنا كما كنا على القرآن، نحيا به ونعيش به ونموت عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. وحين تلألأ نور الله غمر الكون سنا وضياء، فمحى ظلمات وضلال ونفوسا أذكاها جمال. وحين تلألأ نور الله غمر الكون سنا وضياء، فمحى ظلمات وضلال ونفوسا أذكاها جمال، وكساها حللا وجالا، وسمت في معراج الحق صفوته من كل الخلق، وتلوه فهما وتدبر، ووعوه فقها وتبصر. وسمت في معراج الحق صفوته من كل الخلق، وتلوه فهما وتدبر، ووعوه فقها وتبصر في ملكوت الله.